الحقيقة إن التمرين لوحده مش هيخليك تخس. في ناس كتير قوي بتلاقيها بتتمرن سنين وبتروح 3-4 أيام في الأسبوع التمرين، بتتمرن ساعتين وثلاثة ومبهدل نفسه في التمرين وبرضه ما بيخسش. وهي الحقيقة إن التمرين لوحده مش بيخليك تخس، التمرين بيبقى عامل واحد وسط عوامل كتير محتاج تظبطها عشان توصل للنتيجة اللي أنت عايزها. وهنا البروجرام بتاع شريد 30 بيجي يحل المشكلة دي، عشان البروجرام ده is designed إن هو يبقى عنده الفول إيكو سيستم ومظبط العوامل كلها اللي أنت محتاجها علشان توصل للهدف اللي أنت عايزه وإنك تخس. Step 1 we educate you. النيوتريشن والورك اوت سيمينار اللي انت بتعمله اول يوم بيعلمك كل حاجه انت محتاج تفهمها عن النيوتريشن وعن التمرين وازاي تقدر تلينك ما بينهم عشان توصل للهدف اللي انت عايزه. بيفهمك برضو كل المسكونسبشنز وكل الاساطير اللي بتخلي حياتك عذاب وانت بتعمل دايت. بيعلمك ازاي تقدر تاكل اي حاجه انت نفسك فيها في اي وقت انت نفسك فيه وبرضو توصل للهدف اللي انت عايزه. Step 2 you get a customized booklet. ده بيبقى عباره عن اكتر من 50 ميل بلان كاستمايزد للاماونت اوف الكالوريز اللي انت المفروض تاكلها وقد ايه بروتين وقد ايه كاربز وقد ايه فاتس. الريسيبيز بتبقى مختلفه جدا ما شفتوهاش قبل كده، زي بنعلمكم ازاي تقدروا تعملوا ايس كريم هيلثي بالفاكهه، ازاي تعملوا شوكليت فوندان كالوريز فيها قليله قوي اكستريملي هيلثي تاكلوها كل يوم. ستيب 3 التمرين بيبقى مركز على كارديو ورك اوتس وبودي ويت موفز، بيبقى بروجرامد ان انت تقدر تحرق اكتر اماونت اوف كالوريز خلال التمرين، ولما تيجي تخس تفضل محافظ على الموسل ماس اللي عندك علشان لما تخس تلاقي نفسك شريدد وتون وجسمك شريدد، مش تلاقي نفسك وانت بتخس جسمك سايب وبرده شكله مش حلو. ستيب 4 بنتراك البروجرس بتاعك خلال ميجرمنتس بنعملها خلال فتره التشالنج، وبيبقى في واتساب جروب عليه الكوتشز وعليه كل البارتيسيبنتس اللي داخله التشالنج فور اون جوينج سبورت خلال فتره التمرين كلها. زي ما انتم شايفين بروجرام شريد 30 از ديزاين تو هاف الفول ايكو سيستم ويكون مظبط العوامل كلها اللي انت محتاجها عشان تخس باحسن طريقه في اقصر وقت.